أمان ودعوات، نظرات وابتهالات، تلك هي إرادة الحياة، جعلت من سويسرا تقف في مصاف كبار المنتخبات لتبصم بالمونديال في عشر المشاركات. إنها كتيبة لانتي فتحت ذراعيها لمونديال البرازيل بعدما قفزت على أسواره خلال الثلاثينيات من القرن الماضي، لتشهد سنة 1954 أبرز المحطات الكروية للسويسريين الذين احتضنوا التظاهرة العالمية، لكن قطارهم توقف في الربع النهائي. مونديال أمريكا 94 استجمع السويسريون قواهم واجتازوا الدور الأول باقتدار، ليصطدموا بعدها بالماتادور الإسباني، فعجزوا عن مصارعة ثيران هائجة في حلبة واشنطن، لتخفي بعدها سويسرا وجهها في النهائيات، إلا أن حل مونديال ألمانيا. السويسريون استهلوا حينها مشوارهم بخنق دياكة فرنسا، وأطاحوا بعدها بصقور الطوغو والشمشون الكوري، فبلغت الدور الثاني قبل أن تندب حظها أمام أوكرانيا بضربات الترجيح. المونديال الإفريقي جابها فيه السويسريون أعداء الأمس، فعبثوا بكبرياء بطل العالم إسبانيا، لكنهم شدوا رؤوسهم أمام المخيكو سيشيلي، فصرخ اللاتينيون في وجه سويسرا بنهاية المطاف. تشكيلة طموحة يقودها ألماني محنك رسم حدود منتخب قادر على إسكات وأوأة أعتى المنتخبات بزائر لاعب نابولي إنلر، ومكر البافاري شاكيري، وعشق هاري سيفيروفيتش في تقبيل الشباك، فضلا عن ريعان شباب ليشنشتاينر مع السيدة العجوز. هذا هو حال منتخب يافع شرع في رفع لافتات مونديال العجائب والتلويح برايات أحلى كتائب، فدق عقارب زمنه في زمن العقارب.